أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هل الذين حبطت أعمالهم من اليهود والنصارى ونحوهم لا يقام لهم وزن يوم القيامة؟ وكيف نوافق بينه وبين وزن الأعمال للناس جميعا؟ ما لهم حسنات توازن بالسيئات، كل أعمالهم سيئة وكفر والعياذ بالله، ما لهم شيء يوازن ويحاسبون عليه، وإنما يقررون بأعمالهم الكفرية حتى يعترفوا بها.